وهذا ربما خلال الحديث ديالك لأنك تحاول تكلم على الجرح اللي كيعاني الشاب المغربي من خلال تجربتك أنت كشاب مغربي، لك تطلعات ولك آفاق ولك طموح. السؤال ديالي المباشر، شنو اللي خلاك تختار هذا العنوان ديال سيكاتريس؟ ربما واش كيدخل في البوز يعني من أجل جلب المستمع والمشاهد المغربي؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما كتشوفش على أنه هل العناوين بهذا الشكل كتحاول تخدم فئة وكتوجه الفن ديالك لفئة دون أخرى؟ في الوقت حنا المغاربة كنعرفوا على أنه مثلا دابا الراق ولا كيسمعوا لي حتى الكبار وحتى يعني الشريحة ديال الناس اللي كيبغيو مثلا الطرب وغيره. سؤال آخر ونختم به، هو ما كتشوفش على أنه في خضم هذه الموجة اللي كاينة الآن ديال الراق وما إلى ذلك، صعيب الانسان يلقى واحد الموضع قدم في هذا في هذا المجال ديال الراق؟ وشكرا. شكرا استاذ. اول حاجه علاش اختاريت الراب ما اختاريتش شي موسيقى اخرى مع احترامي الموسيقى المغربيه كامله ولا اي فن؟ الراب كنلقى في راسي، كنلقى راسي نكشد لا ما يحبسني شي واحد، لا ما نبقى نزوق ونبقى نقاد، وهكا داكشي اللي كنحسو في الداخل ديالي كنكتبو في ورقه وستيلو كنخرجو. كنلقى الناس بزاف عايشين بحالو احسن من كاين شي اغاني ما نقدرش نحط فيهم هادشي. جربت بزاف الحوايج ملي كنت صغير، كنلقى راسي في الراب. هو الراب ميساج، داكشي اللي كنعيشو في دربنا ولا كنعيشو في كنعيشو مع صحابي ولا كنعيشو صحابي كل الناس بحالي انايا، يعني لقيتو في الراب. يعني نقدر ما كاينش الحدود، ما كاينش الخطوط الحمراء، فهمتيني؟ داكشي اللي كنعيشو كنقولو. على سميت الالبوم ديالي سيكاتريس، هو كيعيرني بريك سيكاتريس. بزاف الحوايج دوزتهم هما دازو فات الوقت ديالهم، ولكن داك الجرح ديالهم ما بقاش، بقات ديك السيكاتريس ديالهم. هذا الشيء اللي كاين. شي سؤال اخر؟ سؤالي ليك زوكر، هو الاسم ديال زوكر، اسم زوكر قلتي على انه انت اختاريتيه باش تبان وتكون ليدر في مجموعه من المجالات، وكنعرفوا ان زوكر هو ذاك البيرسوناج اللي يقدر ينجح. انا كنشوف من لافيش ديال الالبوم ديالك، كنشوف الدم عندك هنايا، كنشوف الغوكار ديالك، علاش اختاريتي هذه الصوره بالضبط؟ الصورة اختاريتها هو ادوار البيرسوناج ديال الدري الجوكر اللي كيغني، ماشي هو ذاك محسن لويز، هذا الجوكر. انا كاين فرق ما بين محسن وما بين بحال شي، فهمتيني؟ بيرسوناج بحال اللي كتمثل بعيد على ممكن لازم نخلط بين حياتي الشخصية وحياتي الفنية، راه مشكلة فهمتيني ولا لا؟ يعني هذه خدمة كتوصل بها ميساج. بيرسوناج ديال الجوكر بوحدو كيبقى محسن لويزي انسان ود الشعب، انسان عادي بحال اي واحد. شيء واخا هاد الستيل هذا هاديك داخله في السيكاتريس، هي بغيت نوصل بنادم هذيك السيكاتريس في ليماج ما برات ديال الجوكر، مازال الجرح كينزل تاعو فوالا، باش تزيد نوصل ليهم عرفت الجرح ديال الداخل ديال القلب، فهمتيني؟ الجرح داش حوايج كيبقاو الداخل ما كيتنساوش، فهمتيني؟ تقدر تسامح ولكن ما تقدرش تنسى. شكرا لك خويا، شكرا لك. اذا باقي شي سؤال اخر؟ السلام عليكم. بغيت نسول خويا محسن، في وسط من هذا الالبوم اللي خدم، شنو هما التحديات والصعوبات اللي لقى في صناعة الالبوم؟ واش كيعيش شي ما بين محسن والجوكر؟ واش محسن اللي كيعاود لينا ولا الجوكر هو اللي كيعاود لينا؟ هو خويا شكون معانا اليوم؟ دابا محسن كيش كاين الجوكر، والجوكر كيطبق، فهمتيني؟ الصعوبات اللي لقيتها خويا هي التمار الطريق، كاين عندي حياتي الشخصيه فهمتيني، عندي والدي، عندي خصني نخدم، خصني بزاف الحوايج، في نفس الوقت عندي واحد البيبليك ديالي، واحد لي فان خصني نخرج عليهم مزيكا، فهمتيني ولا لا؟ يعني صعيب تكومباري بين زوج حوايج، فهمتيني ولا لا؟ اذا باش نختموا، باقي شي سؤال؟ السلام عليكم. معكم اخت فتيحه المغربيه. بغيت نسولك بالنسبه لهذا الراي، واش انت من نوع هذا الراي اللي هذا الراب اللي كيدير بزاف ديال الكلاشات؟ دوزت هادشي ديجا شحال هادي بزاف الصور كلاشات كدا، مي دابا فهمتي الامور ما كاين اللي كيجبدنا، ما كاين اللي كاين شي حاجه كبر من الكلاشات فهمتيني، كاين اللي
تموت الناس بزاف الحوايج كاين مشاكل اجتماعيه اعمق من هذا الكلاش. خصني انا نوصل ميساج، نمشي نوصل ميساج الناس يستافدوا منه، لان بزاف الحوايج بقيت دراري صغار كبيره اللي تشكل قدوه وهذا، واي واحد فينا قال شي حاجه راه محسوبه عليه. اختاري شي حاجه يا ستار كنخرجوا راه محسوب عليه، نعرف شنو كنقول وشنو كاين، واي واحد يستافد منه وما يطراش لي داكشي اللي طرا ليا انا، هادشي اللي كاين. اذا باش نختم